هذا دير مرتقلة في بلدة معلولة، جبل تحرير القلموت، 9/9/2013. لم يتعرض لأي أعمال من قبل الجيش الحر إلا من قبل النظام الذي استهدفه بالمدفعية وراجمات الصواريخ على البلدة. وهذه آثار إحدى القذائف على الصخر. الكنائس مرطعي. السلام عليكم. احنا الكنيسة شظايا قذائف النظام على كنيسة مرتقلة القديسة مرتقلة. جبل تحرير القلموت 9/9/2013، جولة في احدى الكنائس دير مرتقلة في معلولة مع اخواننا الراهبة. أحد لهذا الدير سيوم مدفعية النظام التي استهدفت البلدة وطيرت الشظايا إلى وسط الدير. هذا أصوات الرصاص قوات النظام استهداف بعربات الشركة. دو إلى لدي.